حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا في بشعار مؤسستي هجن الشحانية العملاقة تعبر والعصا في الابطان عبرت ايها الاعزاء العبور عبرت العبور وتبشر مضمرها سالم بن فاران تبشره بالخير تبشره بالانجازات المتتالية العبور تقدم هذا العرض الفنان هذا العرض الرنان لتبدع الجماهير وتمتع لتبدع وتمتع لله درك يا بن فاران اشكرك يا المضمر الذهبي الله عبرت العبور اقوى اشواط الجداع مع العبور مع العبور وسلام يا الادعم سلام سلام يا العبور سلام تهانينا والناموس لهجن الشحانية لمؤسسة هجن الشحانية للقائمين على مؤسسة هجن الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فاران وتوقيت مميز لكن فراع 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 بدون اي اوامر بدون اي تعليمات عصاته ببطانه الخطوره قادمه 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 مروح فراع فراع مروح لكن فراع فراع ينجح بخطف ناموس الشوط الاول الرئيسي الرئيسي مع فراع مع هذا الشعار هجن المرخيه هجن المرخيه سلام 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 لفراع سلام لهجن المرخيه سلام لفراع من حقق ناموس الشوط الاول تهانينا المضمر حمد بن هضبان بن علي الجربوع المري تهانينا والناموس على فوز فراع بالمركز الاول شوف القادم فرض فرض ايضا هنا قادمه تنطلق مشاهدينا الكرام لهجن الشحانيه وصل الذهبي سالم بن فاران المري الله الله اشتدت المنافسه ولكن الامور مع الصمود الصمود وهنا فرض فرض قادمه والصمود ما زالت صامده ولكن اسطنبول تعود من خلال هذه اللحظات ثلاثيه مشاهدينا الكرام الصمود فرض واسطنبول ولكن الصمود الصمود مع اللحظات الأخيرة خط النهاية هنا مع الصمود صمدت الصمود كعادتها وانتزعت ناموس هذا الشوط تهانينا وناموس لهجن الشحانية والتهنية للمشاغب محمد بن خالد العطية ثاني مرة جر الله بن علي بن جر الله بالمتابعة والتضمير ولكن الثلاث المراكز الأولى الثلاث المراكز المتقدمة الزاك 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 الله هجن الشقب القادم مع الزاك على الصدارة ولكن عاد هنا عساف عاد عساف ليعلن المعركة والتحدي ولكن الزاك الزاك بدون أي تعليمات بدون أي أوامر لا زالت الأوامر هنا مع الزاك الزاك لهجن الشقب ومضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني قدم لنا الزاك في هذا الشوط تهانينا تهانينا والناموس لهجن الشقب المملوكة لسعادة الشيخ حمد جوعان بن حمد الثاني تهانينا والناموس المضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني على هذا الإنجاز المميز وقمة وقمة مع المركز الثاني التان وقمة اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة التان قمة قمة وهتان التان وقمة قمة وهتان ولكن هتان 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 محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج من يقدم لنا هتان بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني هتان النواميس هتان الانتصارات الله يا هتان يا هتان سلام سلام هتان سلام سلام تحية واحترام على فوز هتان بالمركز الأول تهانينا تهانينا من الأعماق لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني على هذا الفوز والانتصار محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج من قد ويا قطار عيش يبعز
تقدم فلج من هجر الشحانية مع جابر بسالم فراد. المري هذه نتيجتنا، لكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة لنتابع مسار القمة، نتابع مقدمة الشوط. متوعد على الموعد، متوعد على الموعد في هذا المساء ليكون هذه الانطلاقة حاضر بتحدياته الجميلة. مقدام الله الله، متوعد ومقدام والتحدي من فلج. الله يا سلام، فلج من عمق الميدان يتقدم بإثارة والأروع هنا مع الأمتار النهائية لنتابع المنافسة بين مقدام وفلج، ولكن فلج من هجر الشحانية والشبل. شكرا على هذا التقديم المتميز أيضا بهذا الأداء الكبير، وكما تابعنا مشاهدينا الأعزاء فلج. على الصدارة، أنقرة على مقدمة الشوط لهجن الشحانية، وصول من عذاب لهجن المرخية. الله، اللحظات الأخيرة، الانطلاق السريع مشاهدينا الكرام، ولكن أنقرة على الصدارة لهجن الشحانية. الله، عذاب من الجانب الآخر لهجن الغرافة. الله، حمد بن هضبان من يتابع أيضا هذا الشعار، ولكن غادرت، انطلقت مشاهدينا الكرام أنقرة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. هنا مع اللحظات الأخيرة يظفر بناموس هذا الشوط بأداء ممتاز ورائع، ووصول أيضا هنا مع هذه اللحظات ثاني المراكز. وصلت عذاب لهجن المرخية بأيضا متابعة حمد بن خالد. القادم قادم بكل قوة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني وحسيب محمد بن سالم بن سفران المري، ولكن برشم ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء المثير، على هذا الانطلاق الأخير. برشم على الصدارة، برشم مع بن جبران بشعار هجن الشقب يقدم لنا برشم في هذا التحدي. بن جبران، سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري يخطف هذا الناموس المميز بشعار هجن الشقب. هنا برشم مشاهدي الأعزاء يضيف هذه النقطة لهذا الشعار المميز والشعار الكبير. اللحظات الوصول إلى خط النهاية مشاهدي الأعزاء، كما نتابع برشم يصل إلى خط النهاية بدون منافس ومنازع. تهانينا والناموس المركز الثاني كشاف. شفوق مع المركز الاول هجن الشحانيه، محمد بن خالد العطيه من يقدم لنا شفوق على اول الاسماء، ولكن انجاز يا المتهوش على ثاني الاسماء. زلزله مع المركز الرابع، زعفرانه مع المركز الخامس، ولكن اعود شفوق هجن الشحانيه محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. قلت لكم المشاغب بشاغب انجاز مع المركز الثاني، ولكن شفوق هجن الشحانية. سلام تهانينا والناموس لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية المركز الثاني. ينضم إلى خضم المنافسة والصراع، ولكن وين البداية؟ الطاووس وقالت والعصا في البطان بين الاثنين، ولكن هنا الإثارة، حضر التحدي هنا مع الطاووس. هجن الشقب تتقدم في هذا الأداء الجميل، هادي المضمرين لازال هادي في أوامره، لازال هادي مع الطاووس بهذا الاندفاع وبهذا التحدي. الله الله الله، بدأت الأوامر وأصدرت التعليمات، والطاووس أعلن الانطلاق نحو خط النهاية. الله يا هجن الشقب، سعيد بن عبد الهادي الشهواني يقود هذه الانطلاقة بتحديات الطاووس الذي أعلن الناموس والانتصار وأكد الحضور في هذا المساء. تهانينا والناموس لهجن الشقب، والتهنئة موصولة لسعيد بن عبد الهادي الشهواني الذي قدم لنا الطاووس في هذا الشوط. بينما
الفائقة تنطلق مشاهدين الأعزاء، تنطلق تبوك بناموس هذا الشوط، تريد أن تنتزع هذا الناموس. هذه تبوك مشاهدين الأعزاء كما نتابعها عبر قناة الريان الفضائية. انطلقت وفازت تبوك بناموس هذا الشوط. تهانينا تهانينا من هذه اللحظات إلى سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، والتهنية إلى حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري، وسافر بن سفران بناموس هذا الشوط. سلام يا تبوك، سلام سلام يا تبوك على هذا الأداء المميز ولحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. تهانينا تهانينا والناموس على تألق تبوك، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني على هذا النجاح في هذا الشوط. المركز الثاني وصلت بالتحرك الممتاز من اليكه 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 طامعة بنقطة هذا الشوط. سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري والجذابة خطيرة، الجذابة 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 على المركز الثاني، اليكه على المركز الأول. بلشة 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 من عمق الميدان بدأت أيضا تتواجد هنا في مسار المنافسة والتحدي، ولكن اليكه اجني الشقب اجني الشقب مع اليكه مع اليكه والتحديات مع بن جبران هنا يقدم يقدم لنا اليكة في هذا الشوط، شوط الختام في هذا المساء. هجن الشقب سلام، تهانينا والناموس سلام لليكة، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وشكرا يا بن جبران سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري الذي قدم لنا.